إلى الوراء در، كلمة سمعناها من كنا طلاب بمدرسة أو بالمدارس الابتدائية أثناء الاصطفاف، وهاي كانت تستخدم لانتهاء شيء وبداية شيء جديد. ومثل هاي الكلمة أنها تفصل استقرار السياسي لحكومة محمد الشيع السوداني، وبدت بفصل جديد اسمه فصل كهرباء غير مستقرة، ودولار تشرف الفصائل على تهريبه مثل ما تقول بعض التقارير البريطانية. والغريب أنه ليدقق بتحركات الأمريكان خصوصا بعدما انخفض سعر الدولار بسبب تغريدة السفيرة، يكتشف أنه واشنطن لا تنوي شن أي حرب اقتصادية على العراق، بس الموضوع ما يتعدى بأنه جرت إذن البغداد بسبب استمرار التهريب. ولهذا شهدت أسواق العراق انخفاض ملحوظ في سعر الصرف، لكن بالمقابل دخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار في العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 160 ألف دينار لكل 100 دولار بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، ونظرا لخضوع العراق لنظام السويفت الدولي العالمي. وهذا كله يقودنا إلى مشكلة أساسية، وهي تورط الفصائل بالتهريب وللتغطية على هاي الأفعال. شفنا بالأيام الماضية القليلة عودة استهداف أرتال التحالف الدولي، وهذا يكشف ويبين الخلافات العميقة بين الفصائل المسلحة المشاركة بالحكومة وغير المشاركة بالحكومة، اللي قد تقود إلى تظاهرات عنوانها الدولار وباطنها يشتغل بالنار.